ارجع ل 3500 سنة، القرن ال 16 تقريبا قبل ميلاد السيد المسيح. مصر كانت واقعة تحت احتلال جزئي لأجزاء من الأراضي الشمالية في مصر، وده كان وقتها حكم الهكسوس أو احتلال الهكسوس. في ملك مصري قديم بطل عرف في أدبياتنا بأنه المناضل لأجل الحرية. هذا الملك العظيم هو صاحب اسم شهير جدا، سقن نراع. فسقن نراع ده كان بيحارب الهكسوس. سقن نراع له بطولات، يمكن في عهده لم تتحرر مصر أو لم تتحرر هذا الجزء من الأراضي المصرية لم يتحرر، وإنما حرر في عهد وريثه فيما بعد. طيب سقن نراع شكله إيه؟ سقن نراع هو اللي قدامك ده. طب اتعمل كده إزاي؟ في رسام برازيلي فنان مهم جدا اسمه شيشر مورايس. جه شيشر مورايس قال أنا هجمع كل المعلومات الواردة عن سقن نراع، وهذه المعلومات باستخدام بقى التقنيات الحديثة ومش عارف الـ AI واللي مش AI وكل الكلام ده، وهبدأ أعمل تجميع. يعني ده مثلا شكل وفي معلومات وفي أوصاف، فأنا هجمع كل ده وأقدر أوصل إلى الشكل بتاع سقن نراع علشان نعرف هو كان شكله ايه. عشان كده هم وصلوا الى انه الشكل بتاع البقايا الباقية من المومياء بتاعة سقن النراع مثلا كانت بتفيد بانه هذا الرجل تعرض لشكل من اشكال تحطيم رأسه مثلا. يعني طيب الى اي مدى والشكل كان عامل ازاي؟ على ما يبدو انه العلم مهول في هذه الأمور، ولهذا أنا أحب جدا أن احنا نرحب جدا بدكتور خالد سعد الخبير الأثري معانا على التليفون. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. زي الصحة كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. عايز أعرف أكتر على مسألة إزاي شيشر مورايس قدر أنه هو ياخد كل المعلومات المتوفرة عن الملك المصري سقن نراع فيحولها إلى الصورة اللي أصبحت دلوقتي يعني تملأ العالم والكل يتحدث عنها. أنا عايز بس أوضح لحضرتك أن المصريين القدماء كان عندهم ما يسمى بالأسرات، يعني الأسرة الثالثة والأسرة الرابعة والأسرة الخامسة، ودول في الغالب بيبقوا أسرة واحدة، يعني أشبه بتوريث للعرش. فكان بيبقى في نوع من أنواع الدماء الجينية للأسرة الواحدة. يعني هتلاقي حضرتك مثلا في العمارنة هنلاقي اختلاف في تركيبة السكال أو الجمجمة الخاصة بالعمارنة، تلاقي الجمجمة البيضاوية. هتلاقي مثلا في أسرة الرعامسة هتلاقي المناخير المحدبة اللي هي فيها جزء بارز، فدي أسرة الرعامسة. فده كان معروف جينيا ان في توريث للحكم من أسرة واحدة. اما بالنسبة للملك سقن نراع فهو جاي بعد مرحلة عصر الاضمحلال التاني. يعني ايه عصر الاضمحلال التاني؟ يعني مصر بتتعرض لفترة من الضعف بعد نهاية الدولة الوسطى. أمنمحات الرابع جه، بعد ما توفى أمنمحات الرابع تولد بنته سوبك ابن فيرو العرش. وطبعا سيدة كان ما عندهاش كم كبير من الاقتصاد فما قدرتش تكون جيش، فحصل في نوع من أنواع انهيار السلطة المركزية في مصر. ده خلى الهكسوس وهم كانوا عبارة عن رعاة، لأن مصر كانت أشبه بمول كبير قوي في كل أنواع البضائع والخيرات، فكان كل بلاد العالم بتأتي إلى مصر كي تتاجر فيه. مركز هام. لما قويت شوكة الهكسوس استقلوا بالوجه البحري. وبالتالي لما قويت شوكتهم، طبعا حضرتك عارف أن التجارة ده جزء أصيل في تدعيم الحكم. يعني دايما الدول الغنية بتبقى دول رائدة طالما في تدفق من الأموال يستطيع أن يستقر ويدعم الكرسي. بالضبط. فكان في نوع من أنواع التفكك في الهيكل الإداري في الدولة وقتها.
فجه احد حكام الهكسوس ارسل رساله الى الملك سقن نراته الثاني، وده اول ملك مصري شهيد في ساحه المعركه. ارسل له رساله استهكام واستهزاء. افراس النهر. اسكت افراس النهر لديك فانها تزعج منامنا. ده نوع من انواع الاستهكان والاستهزاء بالملك المصري. طبعا لم يقبل الملك المصري هذا القول، وجهز جيش وطلع يحارب الهكسوس. طبعا هنا في جزئيه لازم نوضحها، ان الهكسوس كانوا الى حد كبير متقدمين في الناحيه من ناحيه التسليح والعدد في مرحله تفكك النظام الاداري في مصر، لكن لما وقع او سقط سقن نراعه طاعه تاني، وده للمومياء بتاعته في متحف الحضاره حاليا، وجدنا ان كان هناك نوع من انواع التمثيل برمز من رموز الملكيه في مصر. يعني الغرض مش الغرض هزيمه الجيش المصري او هزيمه القائد المصري او هزيمه الحاكم المصري، ولكن التمثيل بجثته الغرض فيه نوع من انواع الاستعلاء والاستكبار. المصري القديم عمل نفس الكلام بالنسبه للاجنبي. يعني لما نشوف مثلا موقعة قادش او موقعة مجدو، الملك المصري كان بيجمع ايادي القتلى ويجمعها في مكان بحيث ان هو يعد عدد القتلى من عدد الايادي، وده كان برضو نوع من انواع الاستهكام والاستعلاء من الجيش المصري على اعدائه الذي انتصر عليه. نيجي بقى لنقطة الريكونستراكشن، ان حضرتك تعمل اعادة تركيب لشكل الشكل البشري او شكل الوجه. يعني نشوف هل المصريين او شكل الملك ده كان شكله ايه. الغرض من فكرة اعادة تكوين شكل سقن نراعه طه تاني مش بغرض ان احنا نعرف شكله، مش بغرض ان احنا نقول ده شكل الممثل الفلاني ولا شكل النجم الفلاني ولا اكيد مش كده، ولكن الغرض منه الغرض منه ان ده نقطه من نقاط الحرب على فكره الافروسنتريك. لان هناك انواع من الادعاءات بتحاول تسحب البساط من تحت يد المصريين وقدم المصريين بان الحضاره المصريه لم يبنيها المصريين. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ الرد دايما عندنا ما بيكونش رد سياسي ولا رد اجوف، ولكن الرد هنا علمي. رد علمي. فاحنا بنعمل اشياء كتير جدا، منها تحليل الجينات، تحليل الكربون 14، تحليل الدي ان اي، اكتر من تجربه بتتم، وخاصه احنا ما بنبداش هذه التجارب على المومياوات الملكية إلا نادرا. وعندنا كم كبير جدا من المومياوات سواء بتاعة الأفراد أو بتاعة الوزراء أو خلافه، ودي مومياوات كتيرة جدا عندنا في المخازن. فبنعمل تجارب كتير جدا، وعندنا معانا دلوقتي يعني المتحف المصري الكبير في واحد من أكبر المعامل اللي موجودة تكاد تكون موجودة في العالم اللي تقدر تعمل لحضرتك ترميم. لكن إحنا الأجانب دايما بيحبوا ان هم لما يجي يعملوا ساينتيفيك بابليكيشن او نشر علمي يعملوه على حاجه جديده. الحاجه الجديده المتصله متصله باكتشاف حاجه في الحضاره المصريه، علم من علوم المصريين القدماء، مومياء من المومياوات الملكيه. وبالتالي اشتغلت الباحثه الاجنبيه على اعاده تركيب شكل سقن نراعه تاني عشان حتى نشوف تعرض الملك او جمجمه الملك سقن نراعه طه تاني الى عمليه الوحشيه في التحطيم، لان هو مضروب ببلطتين اتنين واضح وشقه اعلى الجبهه على الجانب الايمن بمقمعتين، واحده في اعلى الفك الايمن فوق وواحدة أسفل الفك الأيسر
تحت. فده بيوضح أكتر إنه المسألة لم تكن فقط قتلاً وإنما تعمد تشويه وجن المناضل لأجل الحرية سقن رعن. أشكرك جداً جداً يا دكتور خالد، كل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة وعلى هذا الشرح. دكتور خالد سعد الخبير الأثري، وأنا من الناس اللي بتتحمس جداً لأن إحنا نتحدث دائماً مع الأثريين على تاريخنا القديم العظيم.